الرفع من نسبة الإدماج إلى مستويات عالية بالنظر إلى الخبرة وجودة منتوج المؤسسات الوطنية عمومية كانت أم خاصة يعد أحد الأهداف الأساسية بالنسبة لكثير من المؤسسات المشاركة في معرض الإنتاج الجزائري، تمشيا وجهود الدولة في دعم وتشجيع الإنتاج المحلي. المؤسسة العمومية الاقتصادية أصفر طراد فرع مجمع صناعي أسميدال شركة رفعت الرهان والتحدي في مجال الإنتاج المحلي من خلال استراتيجية محكمة لخدمة الفلاح بصفة عامة، لخدمة الفلاحة الجزائرية بصفة عامة وخدمة الفلاح بصفة خاصة، وهذا مواكبة لمجهودات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسمدة والوصول إلى نسبة عالية من الإدماج، ولما لا نسبة 100% من في الإدماج. يهدف المجمع إلى ضمان المناولة في ميدان الصناعة الميكانيكية في للمؤسسات الخاصة والعمومية، مرافقة النسيج الوطني ودعمه وترقيته، توفير قطاع الغيار، المساعدة في إدماج الإنتاج الوطني وتوفير العملة الصعبة. العديد من المشاركين في الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري عبروا عن ارتياحهم لمختلف التحفيزات التي تم وضعها لدعم المستثمرين وحماية منتوجاتهم. احنا كمتعاملين اقتصاديين يعني يشجعنا هذا الاهتمام من طرف السلطات الوصية، ولما لا نستناو ثاني المتعاملين الاقتصاديين ايضا يتشجعوا ويدخلوا في المجال تاع صناعة المواد الأولية، لما لا لتكون باش تكون نسبة الإدماج أكثر وأكثر، ولما لا 100% جزائري. الزائرين للمعرض بدورهم أبدوا استحسانهم لجودة المنتوج المحلي في العديد من المجالات. شفنا باللي المنتوج تاعنا وطني، يعني عنده قيمة وعنده ذات جودة، واللي تغنينا على المنتوج الأجنبي. أني شوف باللي المنتوج تحسن، فهمتني؟ المنتوج هذا العام تحسن، سي بروبر سي بيان ايطالي. انا ماذا بيا ما نزيدوش نيمبورتيو هاد لاخر، باسكو شفنا لي سالون عجبونا، شفنا لي سالا مونجي عجبونا، شفنا لي تابي، هذا كامل منتوج جزائري عجبونا. جودة المنتجات المحلية التي أصبحت تنافس نظيرتها المستوردة في كثير من المجالات من شأنه دون شك المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة الخاصة بالرفع من نسبة الصادرات خارج المحروقات والوصول إلى مستويات لم تبلغها الجزائر من قبل في مجال التصدير.